بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل اللي عم بتابعونا هلأ بحلقة جديدة من صحتك بالدنيا. بعرف انكم حابين تعرفوا شو موضوعنا لليوم، منشان هيك ما رح طول عليكم، خلونا نحن وانتم نشوف شو هو الموضوع بهذا التقرير. موضوع حلقتنا هو الكبد. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور علي خليل اختصاصي امراض داخليه وكبد، زينة غصوب اختصاصيه تغذيه، وميسم غانم مدربه يوغا. فاذا الكبد وامراض الكبد هو عنوان حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا. اذا كان عندكم اي استفسار حول هذا الموضوع ما لكم الا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر، او اذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشره على الاطباء وضيوفنا فيكم تتصلوا على الارقام اللي رح تمرق خلال الحلقه باسفل الشاشه. اما هلا خلينا نشوف نحن وانتم شو هي اخر الاخبار الطبيه بهذا التقرير. كشفت دراسة طبية جديدة عن أن التوت الأحمر مفيد للقلب والشرايين، وقال خبراء التغذية أن التوت بيحتوي على خليط من المركبات الكيميائية المفيدة اللي بتتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والتقرحات والفيروسات والسرطان، كما وأنه بتلعب دور مهم بارتخاء الشرايين التاجية للقلب وبتحميها من التلف. والتوت بيحتوي على مضادات للالتهاب والروماتيزم ومواد ملينة للإمعاء، إلى جانب استخدامه كعلاج لاضطرابات المعدة. فإذا مشاهدينا نحن ناطرين اتصالاتكم، نحن هون لحتى نجاوب على كل استفساراتكم وأسئلتكم اللي حابين تطرحوها إن كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مباشرة عبر الهاتف على أطبائنا. نحن وأنتم هلا رح نرحب بالدكتور علي خليل، أهلا وسهلا فيك، كيفك دكتور؟ أهلا يا دكتور. نحن موضوعنا هو عن الكبد، قبل ما نغوص بموضوعنا ونحكي عنه بالتفصيل رح نشوف نحن وأنت تقرير هذا الموضوع. أوكي. الكبد من أكبر الأعضاء بجسم الإنسان، وبيبلغ وزنه حوالي 1.5 كيلو، وبيقع على الجبهة اليمنى من البطن، وبيقوم الكبد ب5000 وظيفة ضرورية لاستمرار الحياة، بنذكر منها إنتاج المواد الأساسية لبناء الجسم البشري، وتخليص الجسم من المواد السامة الناتجة عن حرق الدهون وهضم الأطعمة، إنتاج العصارة الصفراوية ونقلها عن طريق القنوات المرارية للإمعاء المساعدة بعملية الهضم، إنتاج البروتينات والهرمونات والأنزيمات اللي بتنظم عمل الجسم والمواد اللازمة لتجلط الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم، تخليص الجسم من المواد الكيميائية الموجودة بالأدوية بعد الاستفادة منها، وتخزين المعادن والفيتامينات المهمة، وحفظ التوازن الهرموني بالجسم. دكتور شفنا لمحة سريعة عن الكبد وأمراض الكبد، بلمحة كمان عامة شو وظيفة الكبد حتى نحن والمشاهدين نعرف؟ الكبد مثل ما تفضلوا قالوا، بالنسبة للكبد هو أول شيء اللي بدنا نبلش فيه، الكبد موجود على المنطقة اليمين بوسط البطن. نعم. أوكي؟ أكيد له وظائف عديدة، 5000 وظيفة ما حندخل فيها بالتفاصيل، منشوف بس أهمها. نعم، أهمها هو فينا نعتبره أنه سفنجي، إذا بدك سفنج بيمتص كل المواد السامة وبحولها لمواد ضرورية، مواد مفيدة للجسم. هو إذا بدك في شريان أساسي، اكزاكتلي هلا في شريان أساسي بيجي من الأمعاء كلها، بضب شريان واحد، هالشريان بيجي على الكبد، والكبد بعدين بيفرز المواد كلها للأعضاء الأساسية كمان عن طريق شرايين تاني. فهو بيخزن الدم، بيخزن دم مرات في أوساخ، في أشياء غير مفيدة، بيعمل لها إذا بدك تصفية، وبعدين بكب المواد الأساسية الضرورية للأمعاء وللجسم لكل الأعضاء. يعني هو مصفيت لكل الجسم. صحيح صحيح صحيح. طيب في أمراض كتير ممكن تصيب الكبد، صحيح. شو هي؟ هلأ لحنا حكينا عن الكبد، الكبد هو أساسي قلنا، كمان في خصائص ثانيه منها الاساسيه هي ترجلوج عمليه، اذا بدك برمجه عمليه السكر بالجسم، برمجه عمليه الانزيمات والبروتيين الاساسيه للمناعه، وفي كمان كنا عم نحكي عن الاقنيه الصفراويه او اقنيه المراره، والمراره، المراره هي بتيجي تحت الكبد، هي اذا بدك عضو ثانوي اللي احنا بنعتبره منه اساسي، بخزن كمان المواد السامه، سفنج صغيره بخزن المواد السامه، بحللها بيرجع بكبها على الامعاء، اوكي؟
هلا بالنسبه لامراض الكبد، امراض الكبد اذا بدنا نقسمها لامراض خطيره وامراض حاده، او اذا بدك امراض مزمنه وامراض حاده. الامراض الحاده هي امراض جرثوميه او امراض تفاعليه مع الادويه او مع امور ثانيه، بنسميها اكيوت هيباتايتس، يعني التهاب الكبدي الحاد. الالتهاب الكبدي الحاد ممكن يكون نتيجه فيروس، التهاب فيروسي مثل هيباتايتس اي الالف والبي والسي، وممكن يكون نتيجة غالبا بنفكر هيك بيكون نتيجة أدوية عم ناخدها. إذا أدوية بتمشي بالكبد بتضر الكبد بتعملنا التهاب حاد بالكبد. يعني ممكن الأدوية كمان تضر نعم الكبد. نعم نعم، أغلبية الأدوية بالجسم أو بدك إذا بدك كل الأدوية اللي بناخدها بالجسم بتوصل على الجسم بتروح على مكانين، بتروح على الكبد أو على الكلية. بس أغلبية الأنتيبيوتيك المضادات الحيوية والمكافحة الضغط وأدوية الكوليسترول أو الدهن العالي كلها بتروح على الكبد. عشان هيك كمان بتقول لكل المشاهدين لازم ناخذ الأدوية بحذر ونستشير الطبيب. طبعا 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 طبعا. هلا هي اللي عم تقولي أنت، اللي عم تقولي كثير مهم، كيف نكتشف المشكلة بالكبد أو عطل بالكبد أو التهاب بالكبد؟ هو إذا مثلا شخص معرض لالتهاب فيروسي أو عنده حرارة أو عنده صفيرة بصفر او عنده اي اوجاع بالبطن، بنعمل نحن فحوصات انظمات الكبد او وظائف الكبد الاساسيه. اذا كانت عاليه نحن ساعتها بنشك انه في التهاب بالكبد، مثل الادويه. مثلا واحد عم ياخذ ادويه للجلد، في ادويه كثير للجلد لحب الشباب بياخذوها بطريقه مزمنه. هون دور الاطباء بالاكتشاف المبكر لوظائف الكبد، يعني بناخذ الادويه اليوم بعد اسبوعين ثلاثه بنعمل وظائف الكبد عن طريق فحص الدم بتبين اذا عالي ولا لا. اذا عالي يعني في احتمال يكون في التهاب كبدي نتيجه الادويه، اذا كانوا طبيعيه ساعتها نحن ما عندنا مشكله بنكمل هذا الدواء. يعني فينا نتوقع نحن الوقايه من التهابات الكبد اذا بدك نعمل فحوصات تنظيمية، إذا بدك منظمة ودورية حسب الأدوية. مثلا لأعطيك الأدوية الوجع اللي هو الأسيتومينوفان اللي هو البانادول أو الباراستامول، إذا أخذناه بطريقة كتير عالية ممكن يأذي الكبد. إذا لقينا إذا هالمريض بده ياخده لأسباب مثلا أوجاع مزمنة للرأس أو للعضلات أو لأي شيء، ممكن نحن بعد أسبوعين ثلاثة من أخذ الدواء نعمل وظائف الكبد الأساسية اللي هو بيتم عن طريق الدم. فحص دم عادي ببين لنا هالوظائف او انظمه الكبد اذا عالي ولا لا. يعني ما فينا نحن كل ما وجعنا راسنا ناخذ مسكن. هلا لما ناخذ مسكن بطريقه مره او مرتين او ثلاث مرات بطريقه معقوله لمده اقل من خمسة ايام سبعة ايام معقوله، بس اذا بدنا ناخذه لفتره طويله الافضل نعمل نحن وظائف الكبد لنشوف اذا عم بياثر على الكبد ولا لا. في نوع ادويه معين بيضرب الكبد ولا كل الادويه اذا كثرناه هون بيسيبوا الكبد بشيء؟ سؤال كثير مهم. في ادويه حدوث ازمه بالكبد او التهاب بالكبد حدوثها بروبابل، يعني حدوثها ممكن يكون اكثر من الطبيعي، وفي ادويه نادر جدا يعملوا مشاكل بالكبد. نحن وين بناخذ؟ ناخذ الادويه اللي ممكن في امكانيه عاليه انه تعمل مشاكل بالكبد، مثل ادويه السل، مثل ادويه التشحم اللي بالدم، زياده الكوليسترول او تريجليسيريد او الشحوم الزايده بالدم، ادويه الضغط، ادويه الاعصاب، وادويه الاوجاع. هودي الخمسه اذا انتبهنا وعملنا يعني بيكون بمشكله المريض بصير بمشكله ثانيه. ما بدنا نخوف العالم انه اللي بياخذوا هاي الادويه رح يصير معهم شيء، اكيد الاحتمال عم قلنا في احتمال يصير عندهم مشكله، بس ما بيمنع انه الطبيب المعالج لهم يعمل فحص لانظمات الكبد بعد فتره بعد اسبوعين او 10 ايام من اخذ الدواء. اذا كان عاليه ساعتها بنقلب لدواء ثاني ممكن ما ياثر على الكبد. ممكن دواء مماثل. صح صح، بس ما ياثر على الكبد. انا بدي ارجع اذكر المشاهدين ما تترددوا، اتصلوا فينا نحن هون لحتى نستقبل كل اتصالاتكم ونرد على كل اسئلتكم. للاتصال فينا فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، للتواصل معنا فيكم تتواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اذا لاسباب ما قدرتوا تحضروا هالحلقه او حلقات مرقت سابقه من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم يمرق باسفل الشاشة. دكتور بيقولوا تشمع الكبد شو يعني؟ ايه نحن حكينا من شوي على الالتهاب الكبد الحاد، يعني بيصير بيتعرض واحد لازمه، بيتعرض لفيروس، بيتازم الكبد معه، بيعمل رده فعل وبيعمل التهاب حاد. اذا تعالج او مثلا وقفنا السبب، وقفنا الدواء، اعطينا تريتمنت للفيروس، اعطينا دواء علاج لهالفيروس او لهالمساله اللي عملت ازمه حاده بالكبد، بيمشي الحال.
غالبا واكثر من 90% اذا تعالج المشكله الحاده بيرجع الكبد لوظائفه بنسبه 100%. الحاله الثانيه هي الالتهابات المزمنه للكبد، يعني اذا ما انتبهنا فات الفيروس على جسمنا، في فيروس البي والسي مثلا اللي هن شائعين، في عندك الكحول اللي بيشربوا كحول بطريقه عاليه، في كونسامشن، في بيصير في تلف للكبد، بيمرقوا بمراحل الازمه او الالتهاب المزمن، الالتهاب المزمن للكبد. اذا بدك الالتهاب المزمن للكبد في عدد لك اياهم، منهم كتار كثير، قلنا الفيروس، الفيروسات اكثر شيء البي والسي، الباء والسين. في عنا الالتهابات اللي قلنا نتيجه الكحول، اوكي، في عنا التهابات الناتجه عن امراض المناعه، في بعض الامراض المناعه بتضرب الكبد. في عنا اللي هلا المرض العصر هو البدانه او النصاحه او زياده الوزن، نعم، بصير في تشحم على الكبد. هذا مرض صار شائع جدا، كنا باول التسعينات كل تشمع الكبد او بس تليف يعني الكبد، تشحم يعني بصير في كميات دهن كثير كبيره على الكبد. نعم نعم، بيكون قلنا الكبد نحن مصفي، البطل يقدر يقوم بوظائفه. مصفي شو بيعمل؟ صحيح، بتاخذ الترسبات اللي عم ناخذها من الاكل. واحد اكل مثلا جاتو، اوكي، اخذ كيك، الكيك فيه سكر، نسبة السكر إذا عليت عن حدها بده ياخذها الكبد ويحولها لشيء ثاني، عم بيحولها لدهن، قدر يكبها، عم نحرق، إذا عم نعمل اكزرسايز عم نحرق ممكن ينفعنا، إذا مش عم نحرق عم نقعد فترة طويلة ما عم نتحرك، الكبد ما بيقدر يصرفها، بتتجمع على الغشاء الكبد، بتعمل التهاب، الشحم بيعمل التهاب، والالتهاب بفوت على الخلايا، بيعمل بالونينج، بيصير بينفخها للخلايا، وبيعمل بعد الالتهاب بصير في تليف اللي هو فايبروزس قبل التشمع، بعدين بتصير هالتنفخ او هالالتهاب تشمع، تشمع مثل ماده الشمع، بتصير ماده قاسيه، بصير كبد قاسي، بصير الدم اللي عم يوصله بيتحقن ما بيعود يوصل، بيروح على اماكن، بصير في نزيف. بس هي الحالتين نقدر نعالجها، لها معالجه. طبعا طبعا طبعا، نحن عم نقول اذا نحن كمشنا من الاول المشكله وشفنا وظائف الكبد عاليه ودارينا وشفنا السبب، كيف بحس المريض انه انا عندي مشكله بالكبد؟ هلا كيف بحس ان شاء الله ما يكون يوصل ليحس بالتشمع، التشمع له كومبليكيشن، له مضاعفات وله عوارض سريريه بتبين معنا، بتبين دغري تشمع الكبد اذا عنده ولا لا من قبل الطبيب الاختصاصي. نعم. بس قبل ما نوصل لتشمع الكبد بيكون في تعب. نعم. رح نحكي دكتور عن العوارض اللي بحس فيها المريض، بس قبل في عفاف بتسالك سؤال. اوكي. اهلا وسهلا فيك يا عفاف. الو. تفضلي. ايه حبيبتي، وقت الدراسة على التلفزيون قد ايه؟ عفاف تفضلي، ما عم نسمعك. صرتي على الهواء. انقطع الاتصال. دكتور كنا عم نحكي عن العوارض اللي بحس فيها المريض وقت ينضرب كبده. وقت اللي ينضرب كبده مشكلة، بصير العوارض، بصير بيعبي مي، بصير نفخة بالبطن، بصير تعب شديد، بصير العضلات بتترهب، بصير تنهر بالعضلات. نحن قبل ما نوصل للمرحلة بيكون في تعب، في وهن، بحس حاله وقت يعني ينفخ بطنه بصير بيكون صار بمراحل متقدمة، مرحلة ايه، بس تيعبي مي ويصفر كثير. هلا في اصفرار، اصفرار بيفرق، ممكن يبلش الاصفرار شوي تحت العينين يبين معنا، بيكون تعبان، ممكن اذا التهاب فيروسي يعمل شوية حرارة، شوية تعب، اوجاع بالعضلات، اوجاع بالمفاصل. منها نحن الورك اب او الفحوصات اللي بنطلبها بالاول، فحوصات الكبد بتبين اذا عالي. اذا عالي هون نحن بدنا وورنينج، بدنا ننتبه انه صار ضوء الاحمر، بدنا نشوف شو نعمل. نطلب نحن ليست فحوصات بالفيروس، بالفيروسات، وبنقول له للمريض شو عم تاخذ ادويه، من البديهي نعرف. فاذا العوارض هي اكثريتها بتكون تعب، اصفرار، مرات حراره، ضعف بالوزن، وترهل بالعضلات اكثر شيء بتصير هي. نعم دكتور، نحن رح نكمل موضوعنا عن امراض الكبد بس بعد البريك. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم نحن هون لحتى نجاوب على كل اسئلتكم، ما تترددوا اتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. نحن بريك صغير وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حلقة اليوم من صحتك بالدنيا اللي عنوانها أمراض
الكبد. إذا كان عندكم أي استفسار حول هذا الموضوع ما لكم إلا تتصلوا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، أو كمان فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر. إذا ما قدرتوا تحضروا هذه الحلقة أو حلقات مرقت من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم بيمرق بأسفل الشاشة. كنا قبل البريك عم نحكي نحن ودكتور علي عن عوارض أمراض الكبد، فينا نرجع نذكر فيها من وقتها أما المرض يضرب الكبد لحتى ما تصير المرض ينتشر يعني أو يصير كبير. هلا للأسف مش كل المرضى بصير عندهم عوارض بالالتهاب الحاد. في عندك نسبة كبيرة من المرضى ما بيحسوا انه بفوت، عم نحكي عن الالتهاب الفيروسي. نعم. بتفوت الفيروس على الجسم، بتتخاوى مع الجسم، بعدين بتعمل عوارض لما بصير في اذا بدك بينتقل لمرحلة العوارض، يعني مرحلة المزمن بصير الالتهاب مزمن. هلا شو هن العوارض بشكل عام؟ قلنا التعب، الوهن، اصفرار ببلش تحت العينين هون على الكونجونكتيفا، بعدين بصير بالجسم. بعد الاصفرار ممكن يحس بحكاك الواحد. اوكي، بعدين بينفخ بطنه، بيصير في بقلب بطنه بيعبي مي، بينفخ كمان اجريه، كعب الاجرين بصير مش بيلتهبوا، بينفخوا وبصير بقلبه مي. طيب اذا كان الالتهاب جرثومي او كرمال كمان فيروس بيكون نفس العوارض؟ الالتهاب الجرثومي الحاد بيعمل حراره، لانه التهابات بيعمل حراره اكثر، بيعمل صفيره اكثر، بيعمل تعب، بيعمل كانه واحد لقط فيروس الجريب، بصير بحس باوجاع بعضلاته، اوجاع براسه، اوجاع برجليه. لما بكون الامراض الثانيه مش ضروري تكون فيها حراره، مثلا اذا عم ناخذ دواء مضر للكبد ممكن بس المريض يصفر، بس يحس بتعب، مرات بيعبي بطنه مي اذا صار بمراحل متقدمه. ودائما نحن بنعتبر انه اي عارض في اصفرار بالجسم او في تعب او في اي مثلا استفراغ او وجع بالبطن نطلب نحن دغري فحوصات الكبد. وهون دليل بتشبه شوي عوارضه مع عوارض امراض ثانيه. الاصفرار عاده بس تيصفر الواحد ما بتتشابه مع عوارض ثانيه، بس مرات شو بيكون فيه؟ بيكون في فقر دم او في مشاكل بالدم بشكل بتتعب، بصير عنده اصفرار، بصير في عندهم اوفرلاب، ببين انه مصفر هو مش اصفرار نتيجه كبد، هو لانه شحوب من وراء فقر الدم. طيب شو الفرق بينه وبين الصفيره اللي بنعرفها اللي بتصيب كل الاعمار؟ اوكي، الاصفرار شيء والصفيره شيء. نحن بالدارج بنقول صفيره هو الهيباتيتس، يعني الالتهاب الحاد للكبد الفيروسي. وغالبا ما نقول صفيره، ما نقول صفيره يعني الهيباتيتس اي، الاي او الالف. بشكل عام هيدي بتكون شغله حميده بتمرق دغري ومن دون ما بدها علاج، عاده نتيجه تسمم بالغذاء. بصير واحد بيصفر، بصير في اوجاع بالبطن، بتنفخ المراره شوي، بصير في استفراغ قوي. هيدي عاده بتمرق مثل اي تسمم. كيف بنعرف انه التهب الكبد؟ باصفرار، مشان هيك بنسميها صفيره. يعني الاصفرار هو اصفرار بالجسم، بالجلد، اوكي، نتيجه الصفيره اللي هي التهاب بالكبد الحاد. نعم. أنا مشاهدينا بدي أرجع أتوجه لإلكم، اللي عنده أي سؤال حابين تطرحوه على دكتور علي أو أي حدا من ضيوفنا فيكم تتصلوا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أما هلا رح ناخذ اتصال جديد وأكيد سؤال جديد. أهلا وسهلا فيك عامر. مرحبتين، تفضل. أنا كنت عملت طفرة بالجلد وعملت ما بين شيء، بس اكل اشياء حاميه بيرجع بصير معي طفره، هل في فحص معين لازم اعمله للكبد او مش من الكبد؟ بس شو عملت عامر؟ ما سمعنا اول شيء. انا بس اكل اشياء حاميه مثل بيض وبهارات بعمل طفره بالجلد. تعمل طفره؟ طفره بالجلد. نعم، وعملت فحص للكبد ما بين شيء، في فحص معين لازم اعمله؟ نعم، بدك تساله. منيح اللي سالني عامر، انا فهمت شو قصدي، منيح سالني هالسؤال لانه نحن بيجي لعنا على العياده مرات انه عندي طفره كبد، بسموها طفره جلديه، بكون عنده حبوب، هالحبوب هي نتيجه تحسس، حساسيه من اكل معين، من برفان معينه، من لبس معين، من قماش معين، او من طقس بيعملوا حساسيه، مرات من المي السائل الحامي بيعمل حساسيه جلديه. نحن بلبنان شائع عنا انه اي مرض جلدي اذا بصير في طفح جلدي بنقول هيدي فورة كبد. نعم. لنصحح المعلومه، الكبد ليس له اي علاقه بهيدي بتاتا، اوكي؟ بس في بعض المرات اذا الكبد تضرر بصير في اصفرار، وعلى الاصفرار بصير في حبوب، وحبوب فيها حكه.
بده يتلازم مع اسفيرال. بس حتى كمان نوضح حب الشباب كل شيء حساسيه على الجلد ما له علاقه بالكبد نهائيا. انا بيجوني على العياده لعندي مشان فحص الكبد بكون ما له علاقه. الحساسيه الجلديه او الطفره الجلديه اللي بقلوها ما له علاقه، مش هي طفره كبد. طفره كبد هي حكي عامي اذا بدك بنسمعه من 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 كبارنا وورثناها هيدي الحديث، بس ما له علاقه علميا باي شيء. بس كمان في منهم بيمنعونا عن البهار والبيض كرمال الكبد، هذا كمان شيء شائع؟ ابدا، البهار ممكن يكون مفيد للكبد. شو قلتي لي شيء ثاني؟ البهار والبيض. البهار والبيض. البيض كمان ما له علاقه، البيض ممكن يعمل تحسس بجلدي قلنا، اوكي، وتحسس جلدي ما له علاقه بالكبد نهائيا، اوكي؟ اذا في شيء له علاقه بالكبد هو الاصفرار، لما بيصفر الواحد يعني في مشكله بالكبد، في التهاب بالكبد. بس هذا كمان كرمال نوضح لنا وللمشاهدين. طبعا طبعا. لكن مشاهدينا مثل ما جاوبنا على سؤال علاء، فينا نجاوبكم على كل اسئلتكم، وكمان اذا كنتوا حابين تطرحوا اي موضوع فيكم تطرحوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اما هلا معنا اتصال. الو. الو. اهلا وسهلا فيك يا عادل، كيفك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله تمام، كيفكم انتم؟ نحن بالف خير، تفضل. الحمد لله، أهلين، كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا عادل، تفضل. أهلا بك. أنا حاب أسألك، أنا عندي التهاب في الكبد من فترة طويلة تقريبا 20 سنة أو أكثر، وباخذ الكورتيزون. أوكي، أوكي. باخذ حبوب الكورتيزون. ووظائف الكبد الآن كويسة من يعني الحمد لله أوكي تمام. وبكل صراحة كانت مش كويسة. يعني بكل صراحة بديت أشرب ومن بعدها بدأت وضع الكبد تبقى كويسة، مش عارف إيش الحكمة يعني. عادل ما أدري. عم تفهم علي العادل؟ فهمت شوي إنه عم تاخذ كورتيزون لالتهاب كبدي، ما هيك؟ عادل؟ صحيح. صح؟ أيوه. أنت ما بتشرب كحول؟ الالتهاب اسمه إنستان بار فايروس أو شيء هيك شيء. عم بيقول عادل انه كل وظائف الكبد عنده منيحه. منيحه، لانه عم تاخذ الكورتيزون، الكورتيزون عطيوك اياه لانه في التهاب نوع من الروماتيزم على الكبد، ما هيك اللي صار عندك؟ ممكن هيك شيء، نعم. عادل بعدك عم تسمعنا؟ اي اسمعكم. ايه عم بيقول لك ايه نوع من الروماتيزم. عملوا لك خزع على الكبد ولقوا في التهاب مزمن مع خلايا مثل الروماتيزم على انسجه الكبد، ما هيك؟ هذا الشيء اللي صار، نتيجتها عطوك الكورتيزون. صحيح. اعطوك دواء ثاني شيء معه؟ لا، اعطوني بعدين بعديها ايميرون، دواء اسمه الايميرون. اخذت جواب تبع العظام اللي هو فوزامات عشان في شاشه العظام. عم بسمع. اخذت شيء دواء اسمه الايميرون معه؟ لا 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 لا. طيب. دائما نحن في عندنا مشكله انه لما بنجاوب على اي سؤال ما بنكون عارفين خلفيه الموضوع كله. صحيح في بعض امراض الكبد تداوى او تعالج بالكورتيزون، لانه في بعض امراض الكبد هي لها علاقه بالمناعه او بالروماتيزم، مثل الروماتيزم اللي بيضرب المفاصل ممكن يضرب الكبد. هون ببين في مضادات حيويه بتكون عاليه بالدم وبتبين معنا من شخص هاي الحاله، ممكن نلجا لنعمل خزعه صغيره بابره ونشوف خلايا الكبد. اذا في التهاب مزمن ممكن يتعالج بالكورتيزون، بس انا اللي بدي نبه عادل شغله ضروريه جدا، كورتيزون ما لازم ينعطى فتره طويله، نحن بنعطيه من 6 شهور، ماكسيموم 6 شهور ودوز كثير خفيف. في دواء ثاني بخفف المناعه لازم ياخذه لحتى يحارب هذا الالتهاب المزمن للكبد. فطبعا وظائف الكبد عنده طبيعيه لانه عم ياخذ كورتيزون، بس مش العلاج الاساسي بالكورتيزون. شو بتنصحه هون بهالحاله العادل؟ بنصحه اذا بده هلا انا ما عندي مانع اذا بده يتمرق تحت الهواء رقمي، بياخذ موعد، بده يجيب الملف كله، الملف الطبي كله، ونشوف الخزعه ونشوف. هو عم بقول من 20 سنه، يعني بده يرجع نعيد الفحوصات، نعمل ابديت للفحوصات، نعمل فحوصات جديده، وعلى دواء يمكن نغير شوي الدواء، لانه الكورتيزون مع الوقت في عنده اعراض كثير جانبيه خطره، السكري، هشاشه العظم، مشاكل بالجهاز الهضمي، ما لازم ياخذ كورتيزون فتره طويله، هذا اللي بدي انصحه لعادل. نعم. رح نكمل شوي موضوعنا دكتور عن امراض الكبد، ممكن تكون وراثيه؟ امراض الكبد ممكن تكون وراثيه، نعم، في امراض كبد مرتبطه بالوراثي، وراثيه وجينيه اذا بدك، او جينيتيه ما بعرف شو بيقولوا لها بالجينيتكس يعني.
هالأمراض الجينية أو الوراثية بيحملها الولد من أهله مباشرة. في إلى نوعين، رح أقول بالإنجليزي شو هني ورح ترجمهم شو هني بالعربي، الهيموكروماتوزس والويلسون ديزيز. الهيموكروماتوزس هو الخلايا الكبد بتجمع مادة الحديد. الحديد بناكل حديد، لحنا باللحمة باللحومات بناكل بالخضريات في حديد، هو نوع من الايون اذا بدك او ترسبات الحديد. بدل ما تروح من الكبد يمتصها وتروح على الدم وعلى الجهاز الهضمي حتى تغذى تخرج من الجسم، بتصير مواد ضاره بيحملها الكبد، بصير الكبد حامل كميه كبيره من الحديد. والمرض الثاني بالوسن هو النحاس، اوكي، في تخزين لهالمواد بقلب الكبد، بعدين بينتقل لاعضاء ثانيه من القلب والعيون والمفاصل بعض المرات والكلاوي بعض المرات، وبتعمل مشاكل مزمنه. الشغله الثانيه مش وراثيه اللي هي عائليه، الشغله هيدي بدها توعيه صحيه كثير مهمه. لما بكون عندنا التهاب فيروسي مزمن للكبد ممكن ينتقل من الام للجنين عن طريق حبل السره، وممكن خلال اذا ما انتبهنا البي والام عندهم كان ماتوا مثلا لا سمح الله بعمر كبير بمرض تشمع الكبد، الاولاد لازم يعملوا فحوصات كبد لانه ممكن نقليلهم هاي الفيروس لهم بقلب العائله، مثلا مستعملين شفره حلاقه بينتقل عبر الدم او مشط او اي جرح ممكن يكون متعرضينه بقلب العائله. رح يكون معنا هلا حسن من الكويت، بدي اسالك سؤال كمان. اهلا وسهلا فيك يا حسن، كيفك؟ الو مرحبا. اهلا وسهلا فيك وبكل اهل الكويت. يعطيك العافيه، ممكن اسال سؤال بس خارج عن موضوع الكبد؟ تفضل حسن. تفضل. دكتور بالنسبة لعمليات حقن المعدة، حسن صوتك منه واضح، بدي اطلب من حسن يعاود الاتصال فينا، وكمان بدي اتوجه لكل المشاهدين مره جديده، اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار حول الموضوع اللي عم نحكي عنه فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. كنا عم نحكي انه ممكن الام تتورد، المراه الحامل يعني تورد المرض لجنينها، هل في ممكن يكون في وقايه حتى ما تنقل المرض؟ طبعا. هلا اغلبيه العلم صار في عولمه بالعلم وبالطب، يعني صار في جايد لاينز، يعني صار في توحيد اذا بدك او وحده حال بالعلاج او بالطب او بالفحوصات، صار في وعي وبوجود المؤتمرات وبوجود الانترنت وبوجود الكوميونيكيشن يعني الاتصالات، صارت القصه هينه. خلال الحمل في فحوصات، من الفحوصات الاساسيه للحمل هو بعض الامراض الكبد الفيروسي البي والسي اللي لازم ينعملوا. اذا كانوا عاليين هون بدنا ننتبه، اذا كانوا عاليين يعني في احتمال كبير ينتقلوا من الدم يعني من الام للجنين او للفيتس، وهون بدنا ننتبه. خلال الحمل بدنا نشوف كميه الفيروس اذا حتنتقل ولا لا، وخلال الولاده بدنا ننتبه للجنين اللي عم ينزل او البيبي الطفل حديث الولاده، بدنا ننتبه كمان اذا انتقل اذا عمل هيدا الفيروس من امه ولا لا. هون اكيد طب من البديهي كل ما عرفتي الخلل بسرعه، كل ما عرفتي المرض بسرعه عالجتيه اسهل، صار علاجه اسهل، وكل ما صار في اذا بدك اهمال وما انتبهنا بصير في مشكله كبيره. اذا بدك المسج او اذا بدك التوعيه اللي بدنا نقولها نحن او الرساله اللي بدنا نعطيها، اذا حدا بحس بالعائله موجود عنده التهاب كبدي مزمن دائما بده ينتبه انه ممكن في احتمال كبير لما عند اثناء الحمل عند النساء ولا الرجال اذا استعملوا مثلا مواد خصوصيه بتنتقل بالدم لاولادهم. نحن مشان هيك اي شخص بيكون عنده تشمع كبد او امراض كبد مزمنه دغري تلقائيا بنعمل للعائله كلها وظائف الكبد والفحوصات اللازمه كوقايه. نعم. طيب شو هي الالتهابات اللي ما بتضرب وظائف الكبد بحاله عادل هلا؟ قال عنده التهاب بالكبد بس وظائف الكبد كلها بعدها ماشيه. فهمت شو قصدك. ممكن انا مثلا لقط فيروس البي او السي الفيروس لقطته وضل عندي فتره طويله ما عم بيغير لي وظائف الكبد، هيدا بسموه حامل الفيروس او بورتر، يحمل الفيروس وما عنده التهاب بالكبد، بس هالفيروس موجود بالدم، لحظه من اللحظات بده يضرب الكبد. هون كيف بيعرف عادل؟ عادل مثلا مثل ما قلنا اذا واحد بده يتجوز مثلا في فحوصات مخبريه للزواج. فحصات المخبرية للزواج فيها الفيروسات اللي بتنعدى عن طريق الدم او عن طريق الجنس، بيكونوا حاطين له البي والسي لقيوه عالي،
او بكون هو بالشغل او بده يسافر على بلد او شيء وطلبوا له هالفحص. يعني فحوصات روتينيه بتكون يا بالعمل يا فحوصات عمل، فحوصات زواج، فحوصات الولاده اذا المراه حامل، اذا عمل اكسيدون بده يعطي دم او بده يروح يعطي دم لحدا، هو عم يعطي دم لحدا بيلقطوا له بيصيروا بيعملوا فحوصات، بهالفحوصات بين انه عنده فيروس مزمن للكبد، قالوا له يا عادل عندك فيروس، راح عند حكيم كبد عمل له الوظائف منيحه. هون اللي بدي اقول له اياه ما يخاف، في كثير ممكن يكون بورتر، يعني ممكن يكون حامل هالمشكله لفتره طويله من الزمن، بس ممكن خلال الزمن ينتكس الكبد ويعمل التهاب. نعم. هون بده يضل يتابع، بده يعمل وظائف الكبد كل ست اشهر او كل سنه وبيتابع مع حكيم. معنا ناجح من الكويت بده يسالك سؤال. اهلا وسهلا فيك ناجح. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل ناجح. اختي بدي اسال دكتور، والله يعطيكم العافيه على البرنامج، مشكورين على البرنامج، تستفيد منه كثير من الناس. اختي بي عندي فيروسين كبد سي وبي، فيروسين من كبد سي وبي مع بعض. نعم. سي ودي او بي وسي. بي وسي. عملت فحوصات ويقولوا لي الدكاتره انه الفيروسين النوع خامل، النوع خامل ما في اي مشكله وما اخذت علاجات. نعم. شو سؤالك ناجح؟ بده يطمن على حاله. بده يطمن. بعدك عم تسمعنا؟ سؤال شنو الفحوصات اللي ممكن اعملها، او شنو الاكل او اللي اتمنى ابتعد عنه مثلا، او الاشياء اللي تضر اكثر فيه؟ اوكي ناجح، رح بيكون جوابك مع دكتور علي. شو بنقول له لناجح؟ ناجح مكتشفين عنده بالصدفه مثل ما كنا عم نحكي هلا، يمكن بده يتوظف او بده يسافر او بده يعطي دم، قالوا له دلفنوا له، قالوا له يا ناجح عندك انت فيروس البي والسي بالكبد، وهو عم يسال شو بده يعمل شو بده يساوي. الظاهر انه عامل فحوصات الوظائف الكبد الاساسيه وملاقيينها طبيعيه، ومثل ما سميه بالعربي هو حامل الفيروس او ما عنده مشكله، حامل الفيروس من دون اي التهاب كبدي. في فحص مخبري، ما اغلبيه صار الدول موجود اسمه البي سي ار، هذا بيحسب لك الفيروس البي والسي قد ايه موجود كميته بالدم، ببين قد ايه في نسبه بالدم، يعني اذا كان اكثر من 2000 بنعطي علاج، اذا كان اقل من 2000 ما بنعطي علاج. على ضوء هذا الفحص بينطلب كل 6 شهور وبنراقبه، اذا كان تحت ال 2000 يعني ما بخوف، انت لا تحتاج لاي علاج. اوكي، ممكن تحتاج اذا شي نهار عالي هالانظمات الكبد او وظائف الكبد تحتاج لعلاج، بس حتى الان هلا بالوقت الحاضر بالوقت الراهن ما بحاجه اذا كان ما عم يتحرك معه ما عم يعمل له التهاب. نعم، انا بدي ارجع اتشكر ناجح. مشاهدينا بدي اتوجه لكم، بدي اقول لكم اذا كان عندكم اي سؤال نحن بعدنا عم نجاوب على كل اسئلتكم، ان كانت اللي عم تنطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي او مباشره عبر الهاتف. رح نحكي شوي هلا باللغه العاميه مثل ما بيقولوا تلف الكبد، شو يعني؟ أوكي. تلف الكبد هو قلنا نحن في 4 مراحل، انا بسميها 4 أو 5 مراحل. المرحلة الأولى هو لما يكون الكبد طبيعي، الخلايا الكبد طبيعية. المرحلة الثانية بيكون في التهاب، الالتهاب الحاد بعدين بيتحول. خلينا دكتور نرجع نحكي عن تلف الكبد، بس ما بدنا ننطر سيدة على الخط. أهلا وسهلا فيك سيدة. أهلا فيك، بونسوار. بونسوارين، تفضلي. ميرسي. لو سمحت بدي احكي مع الدكتور اسالك. كله سماع، بسمعك، تفضلي. ميرسي، يعطيك العافيه. بونسوار دكتور. بونسوار. بليز، انا ابني عمل لوكيميا من شي سنه تقريبا، وصار عنده اوفرلود بكبده، وهلا وقفوا له المنتنس يحسموا له يعالجوا له كبده. شو بليز هم مقترحين علينا انه يسحبوا له دم، و انه يعطوه سيدي تقريبا عنده 60، هو الفيريتين عنده، عملوا له خزعه.
أنا ما أخذنا بعرف الفكرة. إذا أنت أخذت الفكرة أعطيني إياها لأنا أجاوب. لا نحن ما أخذنا الفكرة. بدي أتمنى على السيدة ترجع تعاود الاتصال فينا بس بعد البريك، حتى كمان فكرة تلف الكبد رح ننطر نحن والمشاهدين لنعرف شو هي بعد البريك. بدي أرجع أذكركم مشاهدينا أنه فيكم تتصلوا فينا إذا كان عندكم أي سؤال مباشر حابين تطرحوه على ضيوفنا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. بنرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين لنكمل حلقه اليوم من صحتك بالدنيا اللي عنوانها امراض الكبد. اذا كان عندكم اي استفسار حول هذا الموضوع فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او فيكم كمان تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. اذا كنتوا حابين تحضروا هالحلقه او حلقات سابقه من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم بيمرق باسفل الشاشه. كنا قبل البريك عم نحكي عن موضوع التلف، تلف الكبد، يعني وقت يوصل الكبد لاخر مرحله. صحيح. التلف او التليف قبل التشمع اوكي بيوصل بمرحله فينا نعتبرها مرحله غير قابله للرجوع. اذا بدك ببعض الحالات غير قابله للرجوع، مع انه علميا هلا اذا نحن مثلا اخذنا عالجنا السبب بهالمرحله التلف ممكن نوقف نحدد هذا التلف، نحد من تطوره. يعني بعدنا هون بهالمرحله بنقدر نعالج. صح صح. مثلا التلف هي اخر مرحله قبل التشمع، او الفايبروزس تلف تليف هو قبل اخر مرحله اللي هي التشمع. التشمع صار مشكله لانه علاجه صعب وبدنا نلجا باحتمال كبير لزراعه الكبد. اوكي التلف هو بننتبه شو الوضع، شو السبب، ممكن نعالج السبب وممكن نعالج هي التلف بسرعه حسب الكوز حسب السبب. لنعطيك الكحول مثلا، في كثير مرضى بيشربوا كحول كثير وبيوصلوا لمرحله التلف، بيجوا على العياده ونحن بنعمل مثلا زرع للخزعه او نعمل فحوصات دم بنقول لهم عندكم تليف او تلف بالكبد مزمن كذا، بينتبهوا. اذا انتبهوا وقفوا شرب الكحول ممكن يرجع الكبد لوظائفه بعد فتره طبيعيه. العاده ما بتاثر ابدا، مش طبيعيه او ممكن نحد من اضراره وما نوصل لمرحله التشمع. نعم. خلينا هلا دكتور نحكي شوي عن تضخم الكبد، هون اي مرحله بيكون تضخم الكبد الهيباتوميجالي؟ منيح اللي سالتيني يا سؤال، سؤال ذكي، لانه في فرق بين، على فكره الكبد لما بصير بيتشمع ما بعود ضخم، بصير صغير، الشرينكينج بصير صغير الكبد، يعني بي 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 بينقسم اذا بدك على ثلثه بيروح بالنسبه للحجم وبيصغر. بنشوفه على سكانر، كنتوا مفرجين سكانر من هذيك الساعه على سكانر، والصوره الطبقيه المحوريه بتبين انه الكبد صغير. تضخم الكبد ممكن يكون اذا نتيجه التهاب بيتضخم، بيعمل اديمه التهاب وتنفخ نتيجه التهاب فيروسي، او نتيجه كمان قلنا اذا في تشحم بالكبد، اذا في شحم على الكبد وما انهضم منيح الشحم كمان بيصير الكبد متضخم. يعني ببلش بتضخم الكبد مرحله اولى، بعدين بيمرق بالتليف او التلف اذا بدك، بعدين بيمرق التشمع بيرجع بيصغر لانه العقل اذا بدك وظائفه كلها بتخف، بيصغر الاسفنجي بتصير بيضب الكبد وبيصغر. نعم. بما انه عم نحكي عن الفيروس والالتهابات، نحن بنعرف انه الالتهابات كلها بتجي من الفيروس والفيروس بيكون معدي. طب بهالحاله هون مرض الكبد بيكون معدي؟ ايه سؤال كثير واسع. هلا الالتهابات مش دائما بتكون فيروسيه، في بكتيريه، في بكتيريا وفي فيروس، بس الكبد مزبوط الالتهابات عاده بتكون فيروسيه ما بتكون بكتيريا بالكبد. الفيروسيه نعم بتكون معديه، البي والسي اللي هو المزمن بيعدي عن طريق الجنس، عن طريق الانتقال الدم وعن طريق الام لولدها، يعني لازم يكون في دم او علاقه جنسيه لحتى ينتقل هذا المرض البي والسي اللي هو بيصير مزمن. كمان مشان ما نخوف المرضى خلينا نحكي شوي على البي والسي. البي والسي صايرين بدنا نرتاح منهم بعد فتره. البي كيف بيتعالج؟ بالوقايه، في له طعم او فاكسين. انتين بنعمل اللقاح. الطعم
اللقاح لازم ينعمل عند كل حديثي الولاده بس لا يخلقوا، يعني انا ولادي ولازم يكون اولاد العالم عندهم لقاح للهيباتيتس بي. يعني نحن فات الاوان علينا؟ نو نحن انت ما فات الاوان عليك، انا كمان ما فات. انت مش معرضه للهيباتيتس بي اذا عائلتك ما عندها المرض ومش معرضه، بس انا معرض، انا معرض لانه طبيب ممكن اعالج ناس، ممكن اعمل عمليه او شك بابره ويشكوني، انا لازم اعمل اللقاح على كبر. في بعض البروفيشن يعني فينا نعمل اللقاح على كبر، نعمل مش بس عند حديث، مش بس عند حديث الولاده ومش عند الاولاد، وفينا اذا كنا حتى مسرسبين وخايفين وقاعدين مع ناس محاطين خايفين انه يكون عندهم هاي الفيروس. بالنسبه للبي السي ما له لقاح، بس السي الخبريه المنيحه بال 2015، من 2015 ل 2017 رح يصير في له علاج نهائي للهيباتيتس سي. هي اللي ما له علاج ليضل احنا نشتغل، ما بيصير هيك نوقف عن الشغل، بدنا نضلنا نشتغل. في عندنا مشكلة مثل ما قلت لك، مشكلة البدانة ومشكلة النصاحة، مش زيادة الوزن. زيادة الوزن، كثرة الأنسولين بالدم، السكري، مشاكل الغدد، مشاكل الكوليسترول العالي، رح تؤدي لتشحم الكبد. تشحم الكبد هلا بالنسبة لي أنا بال 2015 وبعد هاي الفترة، الفترة القادمة لما بصير في علاج للهيباتيتس سي والهيباتيتس بي، رح يكون هو السبب الأول لتليف الكبد وتشمع الكبد. نعم، طيب تشمع الكبد يعني هون بيصغر الكبد قلنا وبتروح وظائفه، طب هون مين بينوب عنه؟ للاسف الكبد اكيد الجهاز التنفسي والرئه والجهاز القلب والراس هن اللي بيشغلوا الحياه. فينا نعيش من دون ما يكون وظائف الكبد عم تشتغل، بس ما بنعيش فتره طويله للاسف. هون كمان بدنا ننتبه للعلاجات الأساسية، علاجات السبب ليش صار عندنا تشمع كبد. إذا كان سبب مثلا تشحم وصار irreversible، مرحلة متقدمة كثير ما فينا نرجع لورا، بنوقف العلاجات الأساسية، بنصير بنعالج العوارض بس، بنعالج انتفاخ الإجرين، بنعالج التورم بالبطن، بنصير بننتبه إذا في نزيف بنحاول نعالج النزيف، لحتى ما هيدا جسر بريدج لحتى ما نلاقي حل نهائي هو زراعة الكبد. يعني حتى الناس اللي عندهم تشمع كبد ما فينا نقول لهم انه ما فينا نقدم لكم شيء، نعمل زراعه كبد. بس في شغله لازم ننتبه لها بمرحله تشمع الكبد، كمان لازم ننتبه للكانسر، لسرطان الكبد اللي هو بيكون مرحله بعد تشمع الكبد، ما انتهينا، بعد في مرحله الكانسر بعد تشمع الكبد، اذا هملنا وما انتبهنا ممكن يصير في عندنا كانسر على قلب التجمع. ما بيجي السرطان قبل مرحله تشمع الكبد، دائما بعد. صحيح، قليل جدا نلاقي ورم بالكبد ما يكون في تشمع، قليل بتصير بس قليله. مشان هيك الناس اللي عندها تشمع كبد بننتبه لها، بنحطها على الليست، بنحطها على لائحه الانتظار لتشمع لزراعه الكبد. وبهاللائحه الانتظار اذا طولنا لسنتين ثلاثه لنعمل زراعه كبد، لنعمل لهم نقترح عليهم زراعه كبد، نحن بنلجا للصور للفحوصات لحتى ننتبه اذا ما صار في سرطان للكبد. نعم، رح نكمل موضوعنا ونحكي اكثر عن العلاجات، بس قبل معنا ميرنا من بيروت. اهلا وسهلا فيك ميرنا. اهلا، بونجور. بونجورين، تفضلي. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. الو، فين اسال الدكتور سؤال بليز؟ تفضلي، عم بسمعك. بس بدي اساله بالنسبه للانزيمات الكبد، اذا كانت عاليه فينا نعرف قد ايه المفروض تكون عاليه؟ اول شيء. وثاني سؤال، اذا في شحم على الكبد وواحد ناصح وضعيف بيروح الشحم شيء ولا بضل؟ نعم. بدي اتشكر اتصالك ميرنا، بدي تسالها اي سؤال؟ هذا السؤال حبيت، سؤال مهم نبهتنا على الهيدي. تشحم الكبد اذا ببدايته صار في ثمنه او بدانه او زياده بالوزن، اذا انتبهنا عملنا اكزرسايز، عملنا رياضه، حاربنا البدانه، نعم الكبد بيرجع لطبيعي بالاول 100%. وظائف الكبد مهمه، الانزيمات الكبد اللي هن اس جي او تي اس جي بي تي، ميرنا بتعرف اكيد شايفتهم. نحن بنبلش تحكي بمره ونص فوق الطبيعي، يعني اذا كان الطبيعي 30 ال 45 وما فوق غير طبيعي، حاله مرضيه. نتقبل بين 30 وال 45 نراقبه ونشوف شو قصته، بس بعد ال 45 مره ونص هون بنعتبر انه في التهاب حاد ولازم نراقب ولازم نعطي علاج سبيسيفيك، علاج خاص للكوز او للسبب اللي صار فيه مرض. اذا السبب هو تشحم بالكبد، في كثير علاجات جربوها، العلاج الوحيد المهم هو الرياضه وتخفيف الاكل، تخفيف الوزن، وهون بيؤدي لذوبان الشحم حول الكبد وبيرجع الكبد طبيعي. يعني ممكن نعمل صوره بعد ست اشهر اذا هالمريض خف وزنه وعمل الرياضه. هون عم نحكي بلا دواء؟ بلا اي دواء، بس محاربه البدانه، محاربه السمنه، محاربه مشاكل مع البدانه.
الانسولين العالي، السكري، الكوليسترول العالي، هول الديسميتابوليزم او الوظائف الغلط اللي بالجسم نحاربها بطريقه اكل معينه مع رياضه معينه، ممكن الكبد يرجع لطبيعته. نعم. طيب مثل ما عم نشوف انه الانسان فيه يتوقع وبالوقايه يمكن بيعالج حاله من كثير من الامراض. صحيح. فينا نرجع نذكر المشاهدين اذا حس اي شخص بعوارض اللي حكينا عنها اي فحوصات لازم يعمل؟ اللي قلتها فحوصات الاس جي او تي، الجي بي تي، والجاما جي تي، هودي فحوصات مخبريه، حتى نحن اذا طلبنا من مختبر نقول له اعطيني وظائف الكبد بيعملها، بالعربي هن وظائف الكبد عبر اذا بدك فحص او سمبل او عينه من الدم، فينا نعرف وظائف الكبد كيف عم يشتغل الكبد او اذا في التهابات ولا لا. مش غاليه، سريعه، بثلاث ساعات ممكن تطلع، ما بتكلف كثير، وبتخلينا نتقي اذا بدك او نعمل وقايه لامراض كثير خطيره ممكن تصيبنا. طيب دكتور، باي مرحله ممكن الانسان يشفى على الاخر من التهابات الكبد؟ قبل التشمع ممكن يشفى على الاخر، بس نوصل لتشمع صعب كثير يشفى على الاخر، ممكن نحد من التشمع، ممكن نطول حياه الانسان ونعطيه علاجات للتشمع وكذا، بس قبل التشمع كل شيء وارد. كل شيء وارد. التهابات اذا عالجناها مزبوط ممكن ترجع كل الامور لطبيعتها. خلينا نحكي هلا شوي بأسوأ الحالات، امتين بيكون في تدخل جراحي؟ التدخل الجراحي هون له اذا بدك اثنين انديكيشن او من له انديكيشن، يعني مرتين في تدخل جراحي، حالتين اذا بدك. اول حاله اذا صار في سرطان صغير بقلب الكبد بيتدخلوا جراحين بيقيموا شقفه من الكبد، والمرحله الثانيه عند تشمع الكبد والمراحل المتقدمه بيصير في زراعه كبد. زراعه الكبد هي عمل جراحي، عمل يتطلب اكسبيرينس عالي، خبره عاليه من الجراحه، وتتم عبر اكيد عبر جراحه وبتاخذ وقت. هل هي عمليه جراحيه صعبه يعني او خطره؟ اذا في مراكز متخصصه ما بقى عمليه جراحيه خطره. انا حاسالك سؤال، قد تتوقعي انت اذا واحد عنده مرض كبد بعد الزراعه قد ممكن يعيش؟ انا حجاوبك بسرعه، لا ما بدي كعيكي. تقريبا اغلبيه إذا بدنا ناخذ كل الأسباب الكبد، بعد زراعة الكبد ممكن 85% الناس تعيش طبيعي. يعني إذا صار هالزراعة بمحل بمركز متطور تحت أيادي خبرة عالية بزراعة الكبد ممكن نشفى ب 85%. نعم. من الحالات. طيب، بيقولوا إنه ممكن كمان يشيلوا جزء من نعم. الكبد. نعم. هون بأي حال؟ نعم، قلنا إذا في تورم، إذا في ورم بقلب الكبد ممكن نشيل جزء من الكبد، أوكي؟ وفي بعض الحالات اذا بدنا نعطي الدونر لواحد بده يعطي كبد لكبد ثاني ممكن يشيل له جزء من الكبد ليزرعوه لشخص ثاني، بيقدر الانسان يعيش تقريبا بفوليوم بحجم 60%. بيقولوا دكتور انه الكبد هو من الاعضاء اللي بيرجع بيكبر وبيفرخ. صحيح. هلا شيء صحيح؟ بالضبط بالضبط. لما نعمل ريزكشن، لما نشيل جزء من الكبد ممكن يرجع يتكون ويرجع لحالته الطبيعي اذا ما في مرض. نعم. صحيح. لأن نحن ما ننطمن كل المرضى انه لكل شيء ولكل مرض عم بيكون في حل، لانه الطب كل منه عم بيتطور. بدي اقول للمشاهدين كمان انه اذا كان عندكم اي سؤال فيكم تتصلوا على الرقم اللي عم تمرق باسفل الشاشه. رح نحكي شوي عن تجمع الحديد. اوكي بالكبد. أوكي. طيب تجمع الحديد بالكبد كمان له علاج؟ له علاج، وعلاجه بسيط جدا. ما في دواء سحري له، بس العلاج هو لما نسحب دم من جسم الانسان، لما يعطي دم بس نفرغ كميه معينه من الدم، مثلا 300 سي سي 400 سي سي او 500 ملليلتر، بنخفف حديد من الجسم. يعني بنطلب من الناس اللي عندهم هاي المشكله هن يتبرعوا بالدم بطريقه بيريوديك او كل اسبوع او كل شهر حسب قد ايه بحاجه لحنا لننزل الحديد. يعني لما نسحب دم بنسحب حديد معه. في ادويه بتساعد كمان انه هالحديد يحترق بسرعه وما يفوت على الكبد، بس كمان اللي عندهم هاي المشكله لازم يتراقبوا حتى ما يصير عندهم تليف بعدين ومشاكل، يعني مراقبه وسحب دم اذا بدي جواب. نعم. سريع. طيب كنا عم نحكي انه الانسان اللي بيتوقع يعني ما بعرض بقى حاله ليصير عنده امراض وبيبعد عن الامراض، ان كان امراض الكبد او غيرها. هون بامراض الكبد كيف بتكون الوقايه؟ الوقايه بالنسبه للهيباتيتس اي او الفيروس الاي، ننتبه من الاكل، ما ناكل شيء يعرضنا لتسمم، لانه التسمم ممكن يضرب الكبد ويعمل الهيباتيتس اي او الفيروسي الالف. البي والسي عاده كيف بنتوقع؟ ما لازم مثلا هلا بالنسبه
انا عم احكي على صعيد انا البراكتس تبعي بلبنان، بلبنان ما في حدا يعطي دم او انا اعطيك دم بغرفه عمليات لا سمح الله على تشتري لدم الا ما يكون في سكرينينج، يعني يعرفوا وقاي اذا هذا الدم حامل فيروس ولا لا، يعني ننتبه لما ناخذ دم يكون بمحلات ينتبهوا يفصلوا الدم اللي فيه فيروس بي وسي مشان ما ناخذ نحن دم فيه فيروس. لما اهم شيء اذا بدك بالوقايه اهم شيء اهم شيء اهم شيء الحقن بما بابر غير نظيفه وغير معقمه او ما تكون سنجل يوز. مثلا ما حقول لك انا اذا التعاطي او الحقن للمخدرات، مش عم احكي عن حقن المخدرات بس في ابره اللي عم نعملها، برافو عليكي، ابره التاتو لحنا او ابره اللي بيكون عند حكيم اسنان. بيجيني مرضى كثير عنده حاله اصفرار شديده، بيطلع عنده هيباتيتس سي او بي، بيكون صار له 3 اشهر عم يتعالج عند حكيم اسنان، حكيم اسنان المواد تبعيته مش معقمه منيح. ممكن شفره حلاقه، لما بنحلق احنا رجال عند الحلاق بيحلق لنا بالشفره، مرات الشفره ما بيكون مغيره، يعني المواد اللي بتدخل على جسمنا ممكن تجرحنا. هون كمان لازم ننتبه يعني لضروره الوقايه ونعرف عن مين بدنا نروح نتعالج. بالضبط، بالنسبه للفيروس التاتو، شكه الابره، الشفره، نقل الدم، لحنا اللي بنشتغل اللي احنا بنشتغل بالمستشفيات لما بكون في مريض ما بنعرف اذا 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 شكينا بابره من مريض او شكت المريض من وراء شكت ابره بايدنا من وراء مريض، لازم كمان نعمل فحوصات نشوف اذا ما نقلنا هالمريض ما نقلنا الفيروس ولا لا. الشغله الثانيه الادويه اللي قلناها من الاول، الادويه ننتبه للادويه، ننتبه للي عم يستعملوا ادويه بشكل مستمر لسنوات عديدة، يعملوا على القليل بالسنة أو كل 6 أشهر يعملوا وظائف الكبد ليشوفوا إذا هالدواء عم بيأثر عليهم ولا لا. الشغلة الثالثة البدانة، ننتبه هيدي البدانة إلى موضوع ثاني أكيد شغلة كبيرة، كيف بينحف الواحد، كيف بحارب البدانة، كيف الوقاية من البدانة بتبلش عند الصغار، طريقة الأكل، اللايف ستايل، هيدي ما بتخلينا نوصل لتشحم الكبد وهذا مرض العصر اللي عم قال لك عنه. نعم دكتور، بدنا منك هلا كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة للمشاهدين. بدي اقول لهم ان شاء الله ما بتنصابوا بامراض الكبد، واذا انصبتوا بامراض الكبد ما تخافوا، في علاجات او في حلول مثل ما قلتي، عجبتني كلمه حلول، في دائما حلول حتى بالامراض المستعصيه البعيده، هذا في حلول مثل زراعه الكبد وهذا، ما نخاف ابدا، ما بدي الناس تخاف انه ما بدي اعمل وظائف الكبد لانه ما بدي تكون، ما بدي اعرف شو النتيجه، لا بنعرف النتيجه لانه دائما في حل ودائما في علاج مناسب لكل سبب مناسب. نعم، قبل ما ننهي فقرتنا دكتور معنا اتصال. اهلا وسهلا فيك يا نساء. مساء الخير. مساء الخير، ممكن اوجه سؤال للدكتور؟ اهلا تفضلي. دكتور بدي اسال انه بحال استئصال الطحال. نعم. فانه الكبد هو بيقوم بعمل مطحال. فشو يعني بهيك لهيك وضع لهيك مريض يعني، شو هي النصائح اللي ممكن يعني توجه له اياها مشان انه يحافظ على كبده يعني؟ اوكي. مدام اول شيء طحال والكبد وظائفها مختلفه، في وظائف كومن، في وظائف مشتركه لانه في شرايين متصله بين بعضهم. لما بنشيل الطحال ما في مشكله، بيقدر الانسان يعيش بلا طحال بس ما بيقدر يعيش بلا كبد. اذا شلنا طحال، الوظائف الاساسيه للطحال هي المناعه، لما بنشيل الطحال لازم نعمل اهم شيء لقاحات معينه لامراض جرثوميه معينه. بس ما في اي مشكله اذا شال الطحال نخاف على الكبد، وهيدي بتصير بعد حوادث سير او شيء بيشيل الطحال. الطحال غير منه مسؤول عن الكبد، وبالكبد بيعيش طبيعي اذا واحد شايل الطحال، ما تخافي ابدا. نعم، انا بدي اتشكر اتصالك نيسا، بدي اوجه تحيه كثير كبيره لك ولكل اهل السعوديه. دكتور علي، لهون بتكون وصلت ختام فقرتنا لليوم، بس اكيد رح بيكون مع لنا لقاءات ثانيه معك. بدي اتشكر وجودك معنا. مشاهدينا نحن رح نكمل معكم بس بعد الفاصل.
ورجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حلقة اليوم من صحتك بالدنيا لعنوانها أمراض الكبد. ومثل ما استقبلنا اتصالاتكم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة، نحن هون كمان باقيين لنضل على تواصل معكم. فيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، وإذا كنتوا حابين تحضروا هالحلقة أو حلقات سابقة من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم يمرق بأسفل الشاشة. نحن وإنتوا هلا بدنا نرحب بأخصائية التغذية زينة خصوب. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ شايفتك جاي محضرتي لنا اشياء بتشهي. ايه. زينة، نحن موضوعنا عن امراض الكبد. مظبوط. في اكلات معينه او غذاء معين ببعدنا كوقايه عن امراض الكبد؟ هلا كوقايه جبت اليوم هالمجموعه الحلوه يلي قدامكم، رح نحكي شوي عن كل وحده منها يلي بيساعد الكبد، لانه هو الفانكشن تبع الكبد هو كنايه عن بيشيل السموم اذا بدك من الجسم، وغني بالانزيمات وفيه عده عوامل بتصير بقلب الكبد. اكيد حكيتوا يعني بيساعد عنها. الكبد على تنظيف السموم، بيساعد هذا الشيء. هلا في نوع اكل معين لازم نحطهم باكلنا بكل اسبوع، يعني يقطع على القليل نصهم يلي رح اذكرهم اليوم. ورح اعطي الخواص الاساسيه لكل اكله لشو اللي بيقدر يساعد الكبد وشو لا وشو الفانكشن تبعه له مظبوط. نعم. طيب خلينا نبلش. رح نبلش بالثوم. كلنا بنعرف انه يعني هو اهم شيء الثوم، مشان هيك بلشنا. لا بلشت فيه لانه في هلا الثوم نحن بالغذاء المديترينيان كثير بنستعمله، بقى هو فيه مادة السيلينيوم كتير عالية ومادة الأليسين كتير عالية، بساعد انه يخفف من الالتهابات اذا جد في التهابات. بقى ناخد ثوم كل يوم من الاشياء اللي كتير منيحة يلي بتنظف هالسموم وبتساعد بالتنظيف. بس الثوم الني او ممكن نشوي الثوم او نقل الثوم هلا بضل يعطي نفس الغذاء؟ هلا بنفضل انه يكون ني، بس كمان بدنا نعطي ريكومنديشن انه بس يكون ني وحط مع سنيه ما نحطه بالبراد لانه بينتزع. بقى ما لازم، في كثير في عاده بيعملوا بيحطوا مثل مرتبين بكتروا الثوم وبصير كما بيعوزوا الثوم بيشيلوا بياكلوا. هذا الشيء منه مظبوط. هلا منه مظبوط يعني لساعه ساعتين مش مشكله، بس لعده ايام اوقات بيبقى بالبراد بهالحاله، هيدي شغله مش منيحه. او اذا بيتقشر وبينحط بالفريزر كمان فينا نستعمله. طيب الثوم اللي بناكله بالمطاعم حتى كان بيجي مع الدجاج، هيدا نفس الثوم؟ هلا اذا معمول طازه منيح، بس اذا بنحط له مايونيز وبنحط له بطاطا مقليه، لانه في كثير اوقات طريقه العمل فيها بيحطوا له مايونيز، بيحطوا له بطاطا مقليه، بيحطوا له زيت الزيتون مش مشكل، والحامض يلي بنحط لينعمل، بس كمان مفيد بس اذا بنعمل على الطريقه المضبوطه. بقى الثوم من الاشياء الاساسيه يلي لازم ناخذها. عندك عائله الارنبيط ويلي هي الارنبيط، البروكولي، عندك الكرامبس كمان، هول من الاشياء يلي كثير عندهم غنى بالمواد المضاده للاكسده يلي بتساعد تنظيف الكبد من مواد الكانسير يلي ممكن. خلينا بس كمان بتساعد هالمواد يلي مضاده للاكسده بتساعد انه نحمي الكبد من انه يصير عنده سرطان. هي اول شغله. ثاني شيء الالياف يلي موجوده فيه كمان بتساعد انه يصير في امتصاص لعده اشياء مثل الدهون يلي ممكن اوقات الكبد يكون عنده كميه دهون كثير عاليه، بتسمعي بالكبد المشحم مثلا. هيدا الشيء بنرتكز كثير على كل عائله الملفوف ويلي بيجي معه. في بعد كمان هول بتاكلوا مع اي شيء، ممكن نعمل صوص معهم وناكلهم ني. صح، فيك تاخذيهم ني. في هلا اذا سلقتيهم احسن طريقه هي ستيمينج او الشوي، يعني ما على البخار ينعملوا او الشوي، لانه هيدي الطريقه يلي ما بيروح منها كثير الفيتامينات وبصير بتحفظ كل المواد المضاده للاكسده. نعم. شو بعد معنا هون؟ عندنا كثير اشياء. عندنا الجزر والبيتس شمندر من ناس يلي بصيبها مرض بالكبد، او اذا بصير عندهم صفيره او بصير عندهم حيلا نوع من الالتهابات، انواع الاباتيت كلها، دغري بنقول لهم اعملوا عصير شمندر مع جزر.
لانه فيهم مواد غنيه كثير بالبيتا كاروتين وغنيه بالفلافونويدز بنسميهم، كمان هن مواد مضاده للاكسده، بتساعد كثير التنظيف الكبد اذا ما عم يقدر يعمل الفلتراج اللي لازم يعمله. بقى بنقول لهم خذوا كوبايه عصير من هيدا على القليل يوميا. بدي توقف شوي عند الشمندر، وكمان ممكن يكون اوقات الجزر وقت يعملوه كبيس يعني يخللوه بضل هون عنده الغذاء نفسه او كيف قدر هذا؟ هلا العالم يلي عندهم مرض بالكبد ما لازم ياخذوا الاملاح، بقى الكبيس بيبقى غني بالملح. اذا ما في حاله مرضيه بيبقى الغذاء يلي موجود فيه، بس نحن بحاله عم نحكي كمان كحاله وقايه يعني بنقدر ناكل كبيس. ايه بس ما يعني دائما، لكن ما في شيء احلى من الفريش، يعني نحن دائما بناخذ انه كل شيء طازه احسن شيء، ثاني شيء نطلع على كل شيء مجلد، وثالث شيء اذا بدنا نطبخه بنفضل طريقه البخار، لانه الشوي كمان ممكن تخلق مشاكل او تزيد مواد سرطانيه على كل شيء عم نشوي يعني. بقى من هيك بنفضل نبتعد عنها. نعم. عندنا الجريب فروت، الجريب فروت او الجريفون كمان يلي هي غنيه كثير بالفيتامين سي. الريكومنديشن لهذا الموضوع انه نعصر كبايه، هي معروفه كرمال تذوب الشحم وتنزيل الوزن بالجريب فروت. هلا هيدي خبريه ما انا مزبوطه لا ما انا مزبوطه، هيدي خبريه لانه هيدي من خبريات بنسميهم فوك توكس نحن يلي هن. انا اول وحده بشرب بعد الصبح كل يوم كبايه جريب فروت. شو بها معدتك؟ بس رح اسالك كيف وضع معدتك. مش يعني كل يوم، بس انا بسمع انه الجريب فروت بشرب بوها الصبح كرمال ذوب الشحم وكرمال الدايت. هلا في اول شيء بالنسبه لهذا الموضوع اكيد لا، يعني ما في ابحاث، معلومه خاطئه، هي معلومه خاطئه وما في ابحاث بتبين لنا هذا الشيء ابدا انه بتذوب الشحم. بدي هي عم تاخذي كبايه الجريفون عم بتفوت على الجهاز الهضمي، اي شحم بدها تذوبه عم بتذوب بقلب الجهاز الهضمي. لا هيدي معلومه خاطئه وما في ابحاث على الموضوع. يلي بالنسبه للكبد يلي اذا عم تعملي شيء بنسميه ديتوكس للكبد، يعني على مده زمنيه ما بتتخطى الاسبوع تحت مراقبه طبيه، بنعطى هالكوب على الريق لنساعد نشط الكبد. يعني هي للديتوكس، هي للديتوكس الكبد مش الديتوكس يلي بسموه هلا موضه ديتوكس الدايت، يعني لخساره الوزن. لا لديتوكس الكبد، لانه مثل واحد عم بيعمل صيام على خضره فواكه على فتره زمنيه كثير صغيره، يعني عن جد ما بتتعدى 3 أيام لـ5 أيام مع مراقبه طبيه شديده ومع فحوصات دم، لانه واحد مش حيلا حدا بيقدر يعملها. بتساعد بتنظيف الكبد لانه غنيه بالفيتامين سي ولانه غنيه بمواد بتنشط الانزيمات يلي بقلب الكبد، بقى بتخلي الكبد يشتغل اكثر ويعمل فلتراج لكل المواد اللي فيها شحم وهالاشياء. نعم. هيدي طيب شايفه انا الجوز، ايه الجوز من الاشياء يلي كثير منيحه، بس هون بدنا ناخذ الجوز بتأني. الجوز ما فينا ناخده بكميات كبيرة، نحن بنحسب تقريبا كل جوزتين، رح حطهم هون هيك على الكاميرا، هالقد الكمية بيطلعوا قد ملقة زيت صغيرة، جوزتين ثلاثة قد ملقة زيت صغيرة مش أكتر. بقى الجوز له منافع كثيرة لأنه بيكون عندنا كذا موضوع بكل حلقة، وبيجيب أخصائي التغذية جوز. ايه هلا لأنه غني كثير بالأوميجا 3، بيتحول لأوميجا 3 بقلب الجسم، وبيساعد هو نوع الدهن يلي ما بيتقل على الكبد، يعني بيساعد الكبد يهضمه. بس معلومة هون كثير مهمة إنه الجوز لازم يكون مستوي منيح، والجوز لازم يكون نعلكه كثير منيح قبل ما نبلعه ليعطي هالافاده يلي نحن بحاجه لها. نعم. عندنا عقد الصفرة، عقد الصفرة انا نصيحه لكل المشاهدين انه ناخذ عقد صفرة تقريبا يوميا باكلنا بشو ما كان نحطها، لانه كمان غنيه كثير بالمواد المضاده للاكسده وبتساعد بنشاط الكبد. نعم. عندك الحامض واللايم يلي بنسميه كمان، هولي كتير منيح. اللي بنعطيه كإرشاد هو بالنهار بديل المي مثل ما هي ناخدها، نقص شرحات
حامض ونبرش شوي ونحطها بقلب المي، لانه بتعمل نوع من الكلاينيتي بقلب المي، بتساعد التنظيف للجهاز تبعنا. كمان انا بعرف انه في ناس بحطوا حامض بالمي وبيشربوه على الريق، هذا الشيء كمان صح كتير؟ لا كمان لا. هلا كمان من الديتوكس للكبد او لعده او ديتوكس للجسم من السموم ممكن هذا الشيء ناخده، بس انا دائما هون بنوه على كل الاشخاص يلي عندهم مشاكل بالمعده والجهاز الهضمي انه يستشيروا الطبيب تبعهم او الاختصاصي تبعهم قبل ما يقوموا، لانه بيسبب قرحه او بيسبب ريفلكس او مشاكل رفلو او مشاكل كثير كبيره بالجهاز الهضمي، يعني بتكوني بمشكل بتصيري بمشكل ثاني، بقى بنفضل انه نبتعد عن الموضوع. عندك الافوكا، الافوكا كمان بنعتبره من الشحوم وفيه ماده كثير بتساعد بالهضم كمان بالكبد وبتساعدنا انه نحسن من نشاط الكبد. نعم. هيدا عندك هون ثلاث اشياء، الشاي الاخضر يلي فيه مواد الكاتيكن يلي هو كمان كتير كتير منيح لنا وبيساعد انه ينظف. عندك بديل الطحين العادي نستعمل الطحين معمول يا من الشعير او من الشوفان، هيدا الشعير هيدا الشوفان او من الكينوا يلي هني هالاشياء يلي بتساعد فيها الياف اكثر بتساعد على الوقايه من امراض الكبد. طيب هيدا الزيت شو؟ هيدا زيت زيتون. عندك زيت زيتون، زيت زيتون من احسن الامور يلي فيك تستعمليها يوميا بالسلطه تبعك، مش نطبخ فيها كمان لوقايه للكبد، معروف اصلا زيت الزيتون ما بيطبخ. وعندك التفاح بانواعه يلي غني كثير بماده البكتين يلي بتساعد كمان على امتصاص كل المواد السامه. نعم. وعندك كل شيء اخضر. هلا بالنسبه للاخضر هون انا جبت بس نوعين من الخس، بس في عندك الهندبي، عندك السبانخ، عندك كل الجرجير، الروكا، كل هالاشياء هيدي كثير منيحه انه نفوتها بنهارنا بالاكل تبعنا، لانه كلها اشياء بتشهي ملونه. ايه كلها. هلا انا دائما بقول اذا واحد ياكل يوميا بطريقه صحيه ياكل من لون قوس القزح، يعني ياخذ كل الوان القوس القزح وياكل بالوان هالرينبو، وهذا بيساعده ياكل بطريقه صحيه. اخصائيه التغذيه زينه خصوب اهلا وسهلا فيكي، واكيد رح بيكون لنا لقاءات كثيره معك. مشاهدينا بنرجع اذكركم اذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشره على ضيوفنا فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. بعد البريك رح تنضم لنا مدربه اليوغا ميسم غانم، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حلقة اليوم من صحتك بالدنيا. أنا ناطرة اتصالاتكم، إذا حابين تتصلوا فينا فيكم تتصلوا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، أو فيكم كمان تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. إذا كنتوا حابين تحضروا هالحلقة أو حلقات مرقت من صحتك بالدنيا فيكم تحضروها كمان على اللينك اللي عم بيمرق بأسفل الشاشة. أما هلأ رح رحب بمدربة اليوغا ميسم غانم، أهلا وسهلا فيك. هاي كيفك؟ كيفك؟ ماشي الحال تمام. ميسم نحن نسمع كثير عن اليوغا، مزبوط، فيكي هيك بتعريف صغير تخبرينا عنها؟ اوكي. هلا اليوغا هو علم قائم بحد ذاته، عندنا اياه نحن من الاف السنين، بس صرنا فتره وجيزه عرفنا عنه، يعني تقريبا بالاونه الاخيره وخاصه بالشرق الاوسط. بس هو علم قديم بيساعد كل اجزاء الجسم وكل وظائف الجسم، بيساعدنا على الرياحه الجسديه، على الرياحه النفسيه، واكيد على الرياحه الفكريه. بالنهايه هو اليوغا عباره عن تناغم ما بين الجسم الروح والنفس. نعم. طيب شو هي الامراض اللي بتساعد اليوغا يمكن على معالجتها او التخلص منها؟ بالمبدا اليوغا بيساعد كل شيء، يعني شو ما بدك، عندك مرض او شيء اليوغا بتساعدك. هلا اليوم الحلقه مخصصه عن الكبد، حنعمل وضعيات مخصصه بالكبد، بس حتى الوضعيات اللي عم نعملهم ما حتكون بس للكبد، هي بتساعد اعضاء اخرى يعني موجوده حد الكبد، ان كان من الطحال، من الكدنيز، بتساعد العمود الفقري، لانه اكيد صحه الجسم هي حسب صحه العمود الفقري اللي عندنا اياه. نعم. طب اذا الانسان مريض، لتنقول عنده مرض الكبد، و هو مريض،
في يعني يقوم بحركات اليوغا أكيد. يعني يقوم بحركات مثله مثل اي انسان ثاني؟ مزبوط، اكيد في يقوم بحركات اليوغا، بس اكيد لازم يستشير مدرب اليوغا الخاص فيه، لانه في حركات يمكن نعمل لهم موديفيكيشنز، نعمل له حركات اخف شوي لحالته الصحيه. نعم أوكي. ما بدها جهد كثير. لا ما بدها جهد كثير، يعني كل واحد بيعمل حسب الليفل تبعيته، واليوغا كمان كثير بتركز على احترام الجسد، ضروري نكون اصدقاء مع جسمنا واصدقاء مع حالنا يعني بالنهايه، كرمال هيك بنعمل قد ما فينا وشوي شوي بنصير وي بيلد اب البراكتس اللي عندنا اياه. نعم، ميسان فينا نشوف حركة اليوغا؟ تفضلي. شو حتفرجينا ميسم لليوم؟ سو اليوم حفرجيكم اول شيء عمليتي تحميه عباره عن 12 وضعيه اسمها السلام امام الشمس واللي هي سوريا نمسكار. كثير مهمه هيدي، تمشي سيركيليشن الدم، منيحه للمفاصل ومنيحه لكل اجزاء الجسم وحتى للكبد. سو حنبلش بناخذ نفس، انهيل اكسهيل، بنجيب الايدين على نقطه الصدر، بنرجع بناخذ نفس انهيل، بنعلي الايدين لفوق. اكسهيل وي بنت فورورد، بنجيب الايدين على الارض، بنريح الراس على الارض. من هون بنرجع الاجر اليمين لورا، الركبه اليمين على الارض، الفينجر تيبس ان ون لاين لازم يكونوا مع التوز، بناخذ نفس وبنطلع لفوق. من هذا الوضعيه حنرجع نروح على شيء اسمه بلانك، هذا خط مستقيم لهون. من هالوضعيه بنرجع بنفضي النفس، بنجيب الركب على الارض، بنجيب الصدر والدقن. الهبس لازم يضلوا مرفوعين او الاوراق مرفوعين شوي لفوق. بنرجع وي سلايد فورورد وي بوش وذ ذا بالمز، بنجيب الكوع حد الجسم، بنعلي بناخذ نفس وبنعلي لفوق. بنرجع بنعيد هولي، مريض الكبد بيقدر يعمله؟ ايه اكيد بيقدر يعمله. بنرجع من وي بند ذا بودي، وي برينج ذا بودي تو انفيرتد في، هيدا البوزيشن اسمها انفيرتد في او الفي المقلوبه، قد ما فينا بنجرب نجيب الكعب الاجرين على الارض. وهون لشو بيساعدوا هالحركه؟ هي الوضعيه بتساعد انك نعمل كومبريشن للابدومن وبتساعد نعمل كومبريشن للليفر للكبد. من هالوضعيه بنرجع بنجيب الاجر اليمين لقدام والركبه الشمال على الارض، كمان بناخذ نفس، بنرجع الاجر الثاني على لقدام، اكسهيل وريليس. من هون بنقرب الايدين لقدام بخط مستقيم مع الدينين، بناخذ نفس انهيل بنعلي لفوق اند وريليس. هالوضعيه لازم نعملها على الميل الشمال، اكيد دائما لنعمل بالانس بجسمنا لازم نعمل على الميل اليمين وعلى الميل الشمال. نعم اوكي. هلا هي الوضعيه بتخلينا نحمي الجسم لنروح لوضعيات ثانيه وكثير مهمه اللي عندهم امراض الكبد انه يعملوها. منها حتكون الكوبرا. وضعيه الكوبرا بننام على الارض، بنجيب كعب الاجرين سوا، الفينجر تيبس لازم يكونوا تحت الكتاف، بنقرب الكوع على الجسم. من هون بناخذ نفس، بنكبس بالايدين وبنعلي الراس لفوق. هي الوضعيه كثير منيحه. قد ايه لازم نضل هيك؟ ستريتشز كبد. هلا قد ما في يعني يبلش تقريبا ب 5 breaths، يخلي 5 breaths بهالوضعيه. كثير مهم نركز على النفس، النفس كثير مهم ونحن عم نعمل يوغا لانه هو بخلينا نروح بالبوزيشن على مرحله ابعد. من هون بنرجع بنعمل وضعيه معاكسه اللي هي وضعيه الطفل او تشايلدز بوز، بنجيب الوراك على الهيلز وبنرتل الراس لتحت. هلا اشخاص في كثير يمكن ما يقدروا يوطوا لتحت، فيني يحطوا بلوك او شيء معين مثل شيء بتحط فيه الراس، ايه يحطوا راسهم عليه. غير هالوضعيه فينا نعمل كمان وضعيه البو او القوس كمان. وي لاي داون اون يور اون ذا ابدومن، نطعج الاجرين. وهون كم مره لازم يعيدوا كل وضعيه او بس مره؟ هن ببلشوا مره واحده، هلا ويز تايم لازم يصير اول براكتس، بس اول مره ببلشوا شوي شوي. من هون بنقرب الركب على بعض، وي انهيل وي ليفت اب. صعبه هيدي شكلها. سو وي ليفت اب، هي بنكون عم نعمل مساج لكل الابدومينال اورجنز الموجودين هون، يعني مش بس ودغري يعني انا عم شوف شوي الحركات صعبه، يعني دغري في اي شخص يعمل. هلا ذاتس واي لازم يحكي مع مدرب اليوغا الخاص فيه وهو بيساعده شوي شوي انه يعمل موديفيكيشن للحركات، يعني اكيد مش من اول مره حيطلع دغري يعلبه، شوي شوي في يوصل لهالحركه. طيب كيف فينا نقوم بهالتمارين؟ يعني بتفضلي تقوم فيها تمارين صباحيه او
فينا نعملها باي وقت اي نهار. وقت بس مهم نكون اكلين، يعني نكون على معده فارغه اتليست نكون اكلين قبل بساعتين لنقدر نعمل هالتمارين. نعم. بس السلام امام الشمس كثير مهم انه نعمله الصبح، بقوي لنا جسم يعني الصبح. نعم. ميثم انا بدي اتشكر وجودك معنا، اكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه معك. شكرا. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من صحتك بالدنيا، بكره رح بتكون موضوعنا حب الشباب، انطرونا.